السلام عليكم البنات، مرحبا بكم على قناه جمالكم اعمالك. دائما كما تعودتوا معنا الجديد، اليوم ان شاء الله درت لكم واحد الحاشيه اللي هي كبيره واحد شويه بالنسبه للناس اللي كيبغوا موديلات شي شويه كبار. هاد الحاشيه هذه من الموديلات القدام ديال الكروشي، كتجي حتى هي زوينه. انا غنديرها لكم ان شاء الله بهاد الحجم هذا، بهاد الحجم متوسط. اللي بغات تكبرها او لا تصغرها تابع ان شاء الله في الفيديو. غنحتاجوا لهاد الزواقه هذه، غنحتاجوا من الحرير من القصبه مباشره على 4 ديال الشعرات. هنا انا غندير غير لون واحد، اللي بغات دير جوج لوان بطبيعه الحال اختياري. والكروشي دائما رقم 12، والمقص دائما تيكون حدايا. تابعوا معايا ان شاء الله الطريقه. نبداو دابا ان شاء الله الطريقه. دائما انا كنحزم، المهم الحزمه هي باش كنضمن بان الثوب ما يتسل ليا ما والو. وكندير غرزه حشو فوق الحزمه، نزيد واحد السلسله ونزيد سلسله عاوتاني. وغادي ندير الاعمده، غنبدا بالعمود الاول وندير العمود الثاني والعمود الثالث والعمود الرابع، مشتو، والعمود الخامس والعمود السادس والعمود السابع والعمود الثامن والعمود التاسع والعمود رقم 10 و11 هاي 12 13 14 15 وندير 16 كما شفتوا. درنا هنا دابا 16 عمود. من بعد ما درنا 16 عمود غندير واحد جوج ثلاثة السلسلات على الاول خيط على الكروشي، وغندير بحال هاد التقنيه هادي. راه سبق لي وريتها لكم في بزاف ديال الفيديوهات، كندير بحال هكا باش كناخذ العبار ديال هذيك السلسله في الثوب. وكندير عمود، ها هو هي. نعاود عاوتاني غادي ندير عمود ثاني. هانتوما البنات درت هنايا 16 عمود ثلاثه سلسله، وغنعاود ندير 16 عمود وثلاثه سلسله على هكا تيكون السطر الاول. هانتوما البنات السطر الاول كملتو كيكون كامل بحال هكا. دابا نتوما الا كان عندكم كم كتبقاو غاديين دايرين بالخدمه، انا لا، انا خدمت لكم غير جوج زواقات. دابا هنا ملي كملت غادي ندير واحد السلسله وغندور الخدمه ديالي. نتوما ملي كيكون عندكم كم دايره ما كدوروش، كتبقاو غاديين دايرين غير كيجيكم وجه على الوجه. هنا انا غتجيني وحده على وجهها وحده على ظهرها. عندي هنا 16 عمود، كل عمود غنخدم فوق منه غرزه حشو. كندير الاعمده فقط في السطر الاول، حيت السطر الاول البنات هو اللي كنشدو به الحساب ديالنا. من بعد حنا كنبقاو نقصو باش الزواقه ديالنا غادا كتكبر، حنا كنبقاو نقصو في داك الحساب كيجينا ساهل. المهم الحساب في الاول هو اللي خصو البنات يكون مضبوط. هنا غرز حشو عادي البنات، اسبق لي درت لكم فيديو خاص بالغرز الاساسيه اللي كنديرو في الكروشي المغربي، درت فيها غرزه عمود غرزه حشو سلسله وقلة منزلقه بحال هكا. راه مهم فيديو الحمد لله واستافدوا منه البنات. ها انتم البنات كما كتشوفوا على هذا الشكل، هذا خليت عمود في الاخير ما خدمتوش مباشره، ما غندير لا واحد السلسله لا والو. الاول خيط على الكروشي وغادي نعمر هنايا 6، ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 وين درت هنا 4، غنزيد 4 غنزيد 5 وغنزيد 6. اللي عندها الخيط ضعيف دير حتى ل 8. غنخلي غرزه ما غنخدمهاش مباشره، الغرزه الثانيه غندير فيها غرزه حشو. هذا هو السطر الاول كيجي بحال هكايا. نقصت غرزه حشو من هاد البلاصه، اذا فاش نوصل هنا عاوتاني حتى هنا غنخلي غرزه ما غاديش نخدمها، وغادي نبقى غاديه بغرزه حشو. داكشي اللي قلت لكم في الاول ضروري تحسبوا دوك الاعمده باش تجيكم الخدمه ديالكم خصها تجيكم مقاده.
ما تجيش جهة مقادة وجهة عوجة، لا راه من السطر الأول هو اللي كيقاد لينا البنات الحساب ديالنا كما كتشوفوا. هانتوما على هذا الشكل، هذا بقات لي وحده ما خدمتهاش، مباشره عاوتاني غادي نعمر في هاد الثلاثه السلسله. نعمر فيها 6 الاعمده، العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، والعمود الرابع، والعمود الخامس، والعمود السادس، والعمود عفوا انا درت خصني ندير 6 هما هادو. غنقز العمود الاول ما نخدموش وغنخدم في الثاني كما شفتوا البنات. دابا انا غنكمل هاد البلاصه اللي بقالي بغرزه حشو وغنرجع معاهم ونوريكم السطر الثاني كيفاش نديروا ليه. ها نتوما البنات دابا انا كملت ورجعت بغرز حشو، فاش قربت لهاد الزواقه خليت جوج غرز ما خدمتهمش، ها واحده جوج ما خدمتهمش. دابا غندير واحد سلسله، دابا نتابعو مزيان. هنا غنجي هنا قبل العمود الاول، اولا في العمود الاول غنخدم، في العمود الاول غنخدم فيه عمود، في العمود الاول غنخدم فيه عمود، غندير واحد سلسله وغنخدم عمود فوق العمود الثاني، ها هو واحد سلسله وغنخدم عاوتاني عمود في العمود الثالث. ما كننقص حتى عمود هنا في السطر الثاني، كنفرقي بسلسله. ها نتوما واحد سلسله وما كننقش الاعمده، كانوا عندي 6 الاعمده خصهم يبقاو عندي 6 الاعمده، ما ننقص ما نزيد في هذا السطر الثاني. الخدمه ديالي خصها تبقى هي هي. هذا الزويقه ساهله البنات ودغيا كتطلع. احنا كما كتشوفوا كانوا عندنا 6 الاعمده، ها هما باقيين عندنا 6 الفوق. غندير واحد السلسله وغادي ننقز واحد جوج، غنمشي للغرزه الثالثه وغادي ندير فيها غرزه حشو، وغنمشي نبقى غاده بالغرز الحشو تنوصل عاوتاني للزواقه الثانيه كما شفتوا. غنبقى غادا بالغرز الحشو حتى نوصل للزواقه الثانيه. هاد الخدمه راها كتجي البنات ساهله وزوينه، كتدير فقط على الاعمده. خليت عاوتاني بقاو ليا زوج غرز هنا كما خليت هنا، لقيت خليت هنا وحده خصني هنا نخلي وحده، دابا خليت جوج غنخلي جوج. غندير عاوتاني واحد السلسله ونجي للعمود الاول، غندير عمود ها هو عاوتاني سلسله ونخدم في العمود الثاني كما قلت لكم. هادوك سميتهم الاعمده عندي 6، حتى الفوق نحافظ عليهم يبقاو 6، وديك السلسله اللي كنزيد هي اللي كتعطيني هذاك الوسع اللي انا بغيتو كما كتشوفوا. واحد السلسله ستة، حنا كملناهم واحد سلسله ونقز عاوتاني واحد جوج، غنمشي للغرزه الثانيه. انا غنكمل البنات هنا وغندور عاوتاني باش نوريكم الطريقه كيفاش نعمرو هاد الفراغات. ها نتوما البنات انا درت كملت هاد غرز حشو ورجعت وخليت جوج غرزات كما القاعده ما خدمتهمش. غندير واحد السلسله كما كتشوفوا، غندور الخدمه على الكروشيه وغنجي هنا لهذوك السلسله اللي خليت لهذاك الفراغ الاول، غنعمر فيه 3 الاعمده، العمود الاول، العمود الثاني، والعمود الثالث. عاوتاني الفراغ الثاني غنعمر فيه عاوتاني العمود الاول، العمود الثاني، والعمود الثالث كما كتشوفوا. عاوتاني الفراغ هذا كل سلسله كنعمر فيها 3 ديال الاعمده، كتجي زوينه زوينه البنات هاد الخدمه هادي. انا كملت عاوتاني الفراغ هذا بثلاثة الأعمدة، مباشرة الفراغ اللي حداه تا هو 3 الأعمدة، ما كنديرو لا سلسلة لا والو، صافي كنعمرو عادي كيما شفتو. ها هو العمود الثاني، ها العمود الثالث،
الثالث، عاوتاني الفراغ اللي حداه حتى هويا ثلاثة ديال الأعمدة كما شفتوا، العمود الثاني والعمود الثالث ها هو، عاوتاني الفراغ اللي حداه العمود الأول العمود الثاني والعمود الثالث، والفراغ اللي بقى لنا الأخير حتى هويا ثلاثة ديال الأعمدة. السطر البنات كيجينا فيه فراغات وسطر كنعمرو فيه، درنا دابا العمود الأول العمود الثاني والعمود الثالث كما كتشوفوا، غنديروا واحد سلسلة وغنخلي واحد جوج، غنمشي للغرزة الثالثة وغادي ندير فيها غرزة حشو وغنزيد بغرز حشو حتى نوصل للزواقة اللي حداها البنات. دابا الخدمة ديالنا وحدها كتكبر وهاد البلاصة اللي هاد الوسط كتضيق لينا كما شفتوا. ها انا وصلت هنا، خليت هنا نقص جوج غرزات ما خدمتهمش، حتى هنا غنقص جوج غرزات هما خليتهم. غندير دابا عاوتاني واحد السلسله وغنعمر هاد الثانيه كما عمرت هاد الاولى. هادي هانتوما البنات كما لاحظتوا عمرت هاد الثانيه بنفس الطريقه اللي عمرت الاولى ومشيت بغرز حشو. دابا رجعت نوريكم عاوتاني السطر ما قبل الاخير كيفاش كيدار. هاد الزوقه ما عندنا اختيار، ممكن نديروها صغيره اولا كبيره. دابا اشنو غادي نديرو؟ انا بقاو لي جوج غرزات عاوتاني ما خدمتهمش كيما ديما، غندير واحد السلسله قلو الخيط على الكروشي، غنجي في هذيك واحد السلسله اللي كنت درت هنايا وغادي ندير فيها عمود. ها هي دابا غندير عاوتاني واحد السلسله. هنا كنا هنا في الاول كنا خدمنا عمود على عمود ما خليناش الفراغ، دابا لا قلو الخيط على الكروشي غنخلي عمود ما غنخدموش وغنخدم في الثاني على هذا الشكل. هذا عاوتاني سلسله غنخلي عمود ما غنخدموش غنخدم في العمود اللي حداه، عاوتاني سلسله غنخلي عمود ما غنخدموش غنخدم في اللي حداه، عاوتاني سلسله غنخلي عمود ما غنخدموش غنخدم في اللي حداه، دائما سلسله ونخلي عمود ونخدم عمود. كنولي هنا في السطر ما قبل الاخير كننقز عمود ونخلي عمود، علاش؟ باش ما تجينيش الخدمه تجيني وحده فوق وحده، خاص كل زواقه تجي باينه مقوسه غير بوحدها. هذه هي الطريقه اللي بغيت نوري للبنات انا فاش غادي نبدا نعمر. هانتوما البنات غتنتبهوا لهاد الطريقه. في الاول اللي كنا خدمنا عمود على عمود، علاش؟ باش نكبروا الزواقه ديالنا. دابا الزواقه ديالنا من بعد ما كتكبر كنوليو كنخليو عمود ونخدمو في اللي حداه باش تجي مقوسه وما تجيناش وحده متكيه على وحده، خاصها تجي وحده بعيده على وحده. بقات لي وحده سلسله وجيت عاوتاني هنا في ديك واحد السلسله اللي كنكون ندير في الجنب ندير فيها العمود الاخير، عاوتاني واحد سلسله وغنخلي واحد الثانيه هي اللي غنخدم فيها دابا كما شفتوا، ونخدم عاوتاني الغرز الحشو. هنا بقاو ليا اربعه ديال الغرز ديال الحشو كما شفتوا، غندير واحد السلسله ونجي عاوتاني هنايا وغادي ندير عمود، عاوتاني واحد السلسله غنخلي عمود ما غنخدموش غنمشي للثانيه. هانتوما البنات الا خدمنا عمود على عمود عاوتاني غتجينا ضيقه بزاف، غتجينا وحده دايره فوق وحده هكا، انا بغيتها تجينا كل وحده مسرحه بوحدها. المهم هادو كانوا البنات من الموديلات القدام، انا غنكمل البنات هاد السطر هذا ونوريكم الطريقه. هانتوما البنات انا كملت هاد الزواقات هادو بجوج، بقى لي دابا السطر الاخير. بالنسبه للبنات الا بغيتو تكبروها هنا بلاصت انا كنت هنايا درت 16، تقدروا نتوما ديروا 20 اولا 24 اولا على حسب اللي بغيتوا. هاد الزويويقه هادي تجيكم كبيره، انا اقتريت نديرها لكم بالحجم الوسط. من بعد ما كملنا دابا هنا ما غندير لا سلسله لا والو، غنلوي الخيط على الكروشي ومباشره غنبدا نعمر في هذوك السلسله اللي خليت. كل سلسله البنات غنعمر فيها ثلاثه كما عمرت في هذا السطر الثالث كما شفتوا. ها انا العمود الفراغ الاول عمرت فيه ثلاثه، ما ندير لا سلسله لا والو، كنبقى غدا فراغ على فراغ وانا كنعمر كل فراغ بثلاثه ديال الاعمده، كتجي زوينه البنات كما شفتوا.
هما ثلاثة ديال الأعمدة، فراغ واحد. عاوتاني مباشرة نلوي الخيط على الكروشيه وغنجي لهاد الفراغ هذا وغندير العمود الأول، هنعاود ندير العمود الثاني، ونعاود ندير العمود الثالث. عاوتاني نلوي الخيط على الكروشيه ونجي الفراغ اللي حداه، تا هو درت فيه العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث. هاي دابا الخدمه البنات بدات كتوضح كما قلت لكم. علاش هنا في السطر هذا نقزنا عمود ما خدمناش وخدمنا العمود اللي حداه؟ باش الخدمه تجينا مسرحه ومقاده، ويجينا ديك التقويصه مسرحه باينه، يبانوا لينا هذوك الفراغات، يبانوا راهم فراغات، والاعمده يبانوا لينا راهم اعمده البنات. عرفتي الشكل ديالها كيجي رائع البنات. وهذا الموديل هذا الا بغينا نبتوه بالعقيق نبتوه في هاد الفراغات، ما بغيناش نخليوه على هاد الشكل هذا، راه حتى هو راه كيجي زوين زوين بزاف. المهم من هادو من الموديلات الناس اللي كيبغيوهم، هادو صبن ورد كما تنقولوا، كيتصبنيه ما يخسر ما يعواج، ما فيه لا عقيق اللي غيقطع لك لا خيط ولا حتى شي حاجه، كيبقى كما هو. الحجم بطبيعه الحال بغيتو تصغروها على هكا تصغروها، بغيتو تكبروها تكبروها. عندنا الاشكال هنا في هذه الحطه ديال حطينا 16 عمود، تقدروا ديروا غير 12، تقدروا ديروا غير 10، المهم تيكون عدد زوجي ما خصوش يكون فردي. المهم انا درت لكم قياس اللي هو متوسط، اللي بغات تكبر البنات تكبرها، اللي بغات تصغرها تصغرها، حيت كاين بزاف ديال المناطق اللي تيقول لك لا حنا بغينا شي حاشيه تكون كبيره وباينه. وانا ان شاء الله هاد الحاشيات هادو اللي خدمت لكم، هاد الموديلات هادو التقليديين شويه كبارين، غنوظفهم لكم ان شاء الله في بزاف ديال الحوايج. شي حويجات اللي هما يا ديال الدار، كنيدرات ديال الدار اللي هما الاكثر طلبا، نحاول نوظف لكم فيهم هاد الموديلات هادو، راهم حتى هما كيجيو زوينين. من طبيعه الحال شي حاجه غنديروا فيها العقيق، شي حاجه نخليوها، شي حاجه كل وحدة البنات ونديروها بشكل مختلف. بقات لي وحدة أخيرة يلي غنعمر فيها ثلاثة ديال الأعمدة، أنا غنعمر فيها وقيلا غير واحد باش تجيني مزيانة. ها نتوما كيما كتشوفوا تجي فنة كيما شفتوا، خديمة اللي هي رائعة رائعة جدا. كانوا هنا بقاو لي البنات ربعه ديال الغرز الحشو، غنجي في الوسط وغادي ندير غرزه حشو باش كنثبت. دابا غنمشي مباشره غندير هنا، هنا كملت، هنا درت واحد في الفراغ الاخير، غنجي حتى لهنا وغندير غير واحد باش الخدمه ما تجينيش وحده راكبه على وحده، خصها تجيني وحده بعيده على وحده. من بعد ما درت عمود واحد هنا غنلوي الخيط على الكروشي وغادي نعمر ثلاثه هنا عاوتاني. كما شفتوا درت العمود الاول العمود الثاني صافي، وغنبقى غادا نعمر حتى غنعمرها تجيني بحال هاد الاولى هادي اللي عمرت. ها نتوما البنات الزواقه ديالنا بعد ما كملات هنا هكا كيفاش كتجي دابا الشكل ديالها، كتجي زوينه زوينه بزاف. كما شفتوا انا السطر كيجيني على وجهه وسطر على ظهره، ولكن نتوما ملي كيكونكم غتبقاو غاديين دايرين غتجيكم الخدمه كامله على وجهها. علاش هنا البنات قلت لكم هنا نعمرو غير وحده في السطر الاخير، ونقزنا النيت في هذا السطر ما قبل الاخير، نقزنا عمود وخدمنا في عمود باش ملي كنديرو بحال هكا كتجينا الخدمه ديالنا مسرحه، ما كتجيناش وحده فوق وحده، ما خصهاش وحده تجينا بحال هكايا على وحده، لا هذاك خطا وهذاك ما كيجيش زوين في الخدمه نهائيا. خاص كل الزواقه تجي بعيده على الاخرى وكل وحده تجي باينه بوحدها. كنتمنى البنات هاد الزواقه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش كتبوا في التعاليق واش عجبتكم او لا، وشنو الموديلات اللي نتوما باقيين محتاجين ليهم. يلا بسلام عليكم وتهلاو في راسكم.